FM. الكلمة ليك. الحمد لله أنها تطورت. تطور أنها يعني أخطأ. إيه؟ ليه؟ اللي يتطور مش معناتها أخطأ. مال؟ شو بنتي؟ عفوا انا عندي راي سيدتي. لا تفضل إيه سيدتي. تفضل. حزب كي ينشا في فتره السبعينات ثم اوائل الثمانينات في مواجهه استبداد واقصاء هل ستكون فكرته الياته هيكلته هي نفسها متاع حزب في وقت الحمد لله وربي ان شاء الله يديم علينا هذه الحريه ونحرصوا كلنا توانسه مسؤولين على ادامتها في ويشاركوا في بناء دوله في تطوير استقرارها واقتصادها؟ بالطبع الفكره لازم تنمو، الاليات لازم تتغير، والمواقف ايضا تتطور، والا شعملنا؟ بالطبع نشاتها حركه النهضه نشات حركه علاش؟ خاطر باش انت توصل الوعي السياسي لازمك بنيه، البنيه باش تبدا مفاهيم ثقافيه جديده، مفاهيم سياسيه جديده، حتى لين لذلك كانت جماعه اسلاميه، كانت حركه دعويه ثم وصلت اصبحت حزب سياسي، وكان الحزب السياسي بعد ذلك تطور في الياته حتى لين جت الثوره، حتى لين اصبحنا الان مشاركين في الحكم. فعلينا من واجبنا لو لم نفكر في هذا فلازم انه نطوروا الياتنا، طريقة تنظيمنا، فكرتنا، مشروعنا، لأنه الوقت غير الوقت، وإلا لكنا حزبا مؤدلجا جامد ونحن لسنا كذلك. إحنا حزب قبل كل شيء يسعى عنده الهدف متاعه شنو؟ أنت علاش حزب سياسي؟ لتخدم هذا الوطن. علاش اليوم؟ علاش اليوم تطور ولا وتغيير هذا؟ علاش اليوم؟ علاش مش خاطر اليوم يا سيدي بعد ثورة، اليوم بعد تغير وضع واقعي، اليوم بعد مشاركة وممارسة تعلمنا فيها وأحسننا وأخطأنا وأصبحنا معناتها حزب يشارك في الحكم، مش من تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي قدام الكونغرس الأمريكي. وقتها جاء التصنيف هذا مشروع قانون للتصنيف، قانون جاء في 2014. لا وإحنا من وقتاش نفكروا في التفتر من مؤتمرنا التاسع، معناتها من 2012 ومن قبل 2012 وإحنا طارحين هذا مؤتمر مضموني نطور فيه رؤيتنا. لا الحكاية ما جات شمس. الكلمة ليك.